زعجتكم ايه؟ ما عليه بدكم تتحملوني، انا لبناني. واللبناني معروف بثلاثيه، الكب النيه، التبوله والزمور. غرام قلبه اللبناني يزمر. بالعجقه بيزمر، بالعرس بيزمر. واللي ما خصه بالعرس بفوت بموكب العروس وبلش يزمر. لا، بالدفن بيزمر. خلصت المدرسة بيزمر. رايح رحلة على الأرز بيزمر. بده يضاهر صاحبته على العشاء، بيوصل تحت بيتها بيزمر. جاي ظهر على العشاء هو. بلش بقى. سمع العالم كله، بده يسرع الدنيا. مسكر عليه جاره، بدل ما يعيط له او يدق له على الانترفون يكون شوي حضاري، لا لا، بيسرع الحي بالزمور. بلش بقى. زين الرايه، زين زين زين. قال لمين لمين يا سيال لمين؟ زين شيل زين. يبقى حط اجره جوا، فاتح الباب واجره على الزمور. زين زين. إذا شاف أرما ممنوع تزمير، بيوقف حدا وبلش يزمر إنكاية. بقاطع ممنوع تزمير. طيب منكي إن ربحت الحكمة بيزمر، الربح الرياضي بيزمر، ويعين بكرة جايك المونديال يا معلم هونيك. والله لا يخلينا إذا رح نخلي حدا ينام يعني، بس خدوا عجل. أنا برازيلي. انت شو؟ انا الماني. وانا تلياني. بصيروا الصبايا طالعين من الشبابيك بقى وزمير. خد ايطاليا. بصيروا يقفوا بوش بعضهم، انت ايطاليا انا المانيا. يا هبيله. يعني انا اكيد الزمامير رح يطلعوا من مخنا. لبتونيل نهر الكلب، العوني بيزمر للجنرال. هاي طالعه نغمه، بس انت اسمعها بالتونيل بقى. با 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 با. هيك هذا الجو. القواتي بدي زمر للحكيم. لا هيدي بتروح قتل فيها. انا ما بنصح. تعرف هاتو برنار عونجي. جا زمرها. ذاك اللبناني يروح موتور سيارته بس ما يروح زموره. هيدي بعد ما حكينا عن شوفرية التاكسي. تبقى واقف انت، بيوصل لحدك، بيوصل بوقف هيك بيطلع. لوين لوين؟ اول شيء ما خصك لوين. انا هيك واقف سقالي.
ناطر حدا يمكن ما بعرف عم بتفرج. لو عندك بيجي من تاني ميل بيبقى رايح وهيك انت واقف على الطريق هيك بيوصل من هونيك دغري بينطر لوين لوين. طب خيي لو قلت لك مطرح ما بدي روح ما انت عندك برمه ما راح تلحق. هذا في حدا يفسر لي طيب انه ليه سيارات دفن الموتى بتزمر؟ انه معه ميت ومستعجل؟ بتحس اوقات ببقى واقف مثلا بتسمع السيارات ورا عم بلش تزيح لانه قاعد طول سياره اسعاف جاي بيطلع ميت. صار هذيك اليوم جاي انا وخيي على الطريق كمان نفس القصه صار تزيح العالم قلنا شوفي قطعوه صليب احمر قطعوه طلع ميت وصل لحدنا قلت له شو في هالزمير؟ قلت له شو في ما مات قاعد ورا هون ما معه خبر وين رايح مستعجل؟ قال لي ما بدي وصله عندي واحد تاني على اربعه. هو ما مصدقين يروحوا يكبوه يلا خلصنا. طيب انه المواطن فهمنا انه بلا مخ وبلا اخلاق وبتضل ايده على الزمور. بس المسؤولين بالبلد شو قصتهم؟ ما انت بلا زمور معالي الوزير سعاده النائب عم تاكل الف مسبه. ناقصك تزمر حتى تاكل الف ثانيه. هلا من الاخر يا ريت بتخففوا لنا الطوشه شوي وبتشتغلوا لتجيبوا رئيس. هلا جيبوا رئيس مش مشكله انا غيري ما بتفرق. انتو جيبوا رئيس وانا لاجو الدني زمير وهيدا زمور. الليلة جامعين ديك وحوت بالستوديو. الليلة عنا ديك وحوت بالستوديو هيدا حك. الديك بده يغني كوكو كوكو والحوط بيطير. ضيوفنا لليلة الفنان علي الديك و ورئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوط. حلقة مميزة الليلة مثل كل الحلقات بس انه حلقة حلوة كتير. شادي انت عم بتتابع المسلسل اللبناني الطويل؟ لا لا مش عم بحكيك عن بعرف راح راسك انت عم فتش وحيد بتلفزيون لبنان طبعا انه انت كنت معه بجنينة لورا اعترفي انت جيت من ورا وطرقتني بالمقص. لا مش هيدا لا لا هيدا عم بينعرض كل نهار اربعة يا معلم قبل الظهر. لحقوا اذا بعد مش حاضروا اذا ما صار لك بعد من شي 40 سنة تحضروا احضروا. عم نحكي نحن عم بحكي عن مسلسل 128 عبيد صغار. ايه 128 عبيد صغار مش معقول شو معلق فيها المسلسل انا. ليك تبي مع انه صار بايخ هيت لا عامل هيت شو؟ عامل هيت كل العالم عم تحضر كل العالم مع انه بايخ وانه وقبل بنهار بتعرف شو رح يصير. عرفت؟ هلا نهايته معروفة وكل العالم عارفة انه شو رح يصير انه بالجلسة الا النواب. عندنا النصاب ليه شو في اليوم؟ لا 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 ليه شو صار؟ شو في؟ سلامتك دكتور. ابدا ما في شيء مشاوي وميزة من قريبه يعني اذا مش مصدق شوف زملائك شو عاملين. رخوة قهوة يعني كيف؟ انه ايه شو واقف البلد واقف على صوص ونقطة رخين عبيش.
شو في شو صار؟ شفت سعادة النائب؟ ماشي عم يتغدوا الشباب واخر همهم يطلع رئيس. يطلع رئيس ما يطلع رئيس اخر همهم، المهم الفاتورة مين رح يدفعها؟ هلا انا كنت هونيك وحضرت المشكل. وصلت الفاتورة بينتشى خالد الظاهر من الجرسون بقول لهم علي شباب. بقول له ابو العبد كبارة اعوذ بالله. اعوذ بالله انا عازمكم. هون هادي حباش كبرت براسه وقال له ابدا لا انت ولا هو انا بدفع. صارت الفاتورة تتناتش بين ايد وايد. هون بقى في ايد كبيرة على قديك شيء قديك وزير الداخلية ايده بيطبشة بقى مثل ما هي. طبعا الاستاذ زهاد المشنوق هيك على الطاولة وبابا وبابا تخيل هن قاعدين بقى وهن جيت ايد بقى كيف الايد من حديد؟ ها هي هيك تجي هن بقى شوفي قال لهم خلص يا قال لهم خلص شباب وبعدين هالمرة علي بهالأثناء كان لولا بالبرلمان محمد بلوط عم بينظم السير في طوشي من هون كذا حس رح يعطوه تبع ولد طيران طبعا خد شمال خد يمين زحي فريم ايه كذا مذكرين يا محمد؟ لا ما بتتذكره؟ كيف ما بتتذكر؟ اه ما كنت انت ببعت لك اياها كاسيت تحضرها اول حلقه بشو معجوق استاذ محمد؟ مروق كل لقمه مع الشباب اما المرشح باذن الله رشيد لبكي فمنعوه يفوت لأنه الظاهر بشكل خطر على باقي المرشحين حطيت أول حاجز للجيش الأخوي الجيش اللبناني الثاني حاجز ثالث حاجز ما كان يخليني فوت اتصلنا بالمجلس لجوا قالت للدموازيل من بيت موسوي في أمين العام تبع مجلس النواب رح يحكي معك حكي معي ما بعرف شو اسمه وقال لي ممنوع تفوت حتى قلت له بدي فوت شوف الصحفيين بسبب ريحة مجلس ما كان يخليني فأنا بطلب من الأخوة اللبنانية يشوفوا هيدا جرم بحق الترشيح وبحق لبنان وأنا كوني مرشح إهانة لكل الشعب اللبناني فهني يحكموا عليه بأي طريقة ممكن يدان ولا همك ما زبطت الأربعة الأربعة الجاي بتفوت بإذن الله بس بتمنى على جمهوره للسيد لبكي شو ما كانت النتيجة ما يقطعوا الطرقات ويعملوا بلبلة بالبلد نحن بالديو حنا غريب ونعمة محفوظ مش مخلصين أما معالي وزيرة المهجرين أليس شبتيني فواضح أنه ما عم ما عم بتقفي حلقة من برنامجي عندكم حكي ميرسي أكثر ما عندنا نحن حكي هيدا حكي مع الوزيرة يعطيك ألف عافية إنه انهيتي ملف التهجير بلبنان بإقفال ملف بريح أصدرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني قراراً قضى بإخلاء المنازل المشغولة من قبل الغير في بلدة بريح الشوفية هلا ما توخزيني شو بعد عندك شغل؟ يعني إذا انتهى هيدا الملف خلص يعني. تعرف شو ستنا؟ برأيي ركي على التريكو والكانفا والتطريز. وبكره جاي الشتوية فبرأيي بركي بتحيكي لك شي صدرية صوف للوزير رشيد درباس. وكمان على طريقك شيء قلوسة جاكار لتمام بيك لهي مطولين ورح يمضوا رح يمضوا الشتوية بالسرايا
أنا شايفه هذا الشاب، هذا الشاب مثل كأنه جاي مأخر. عرفتوا من هو؟ لا. روبير فاضل خلص اجتماعه بالأبي سي، نط عند الحلة، زبط الفرق ماشي ضربتين هيك، وجا ينتخب رئيس، قام لقيه ومفلو، قام رجع على شغله بالأبي سي. زبطون هيك، نزل طلع ما في حدا، رجع طلع. ايه نواب الأمة فعلا بيرفعوا الراس، مش مثل نواب البرازيل السراقين الحرامية. أهالي بلدة ماتا جراندي علقوا سعادة نايبهم على عمود الكهرباء بالبلدة لأنه اختلص من المال العام. ليه كيف معلقينه؟ يا عيب الشوم يا سعادة النايب. عيب الشو، انت اكيد اكيد منك من اصل لبناني. مستحيل الا ما يكون له صله ستو خالته بيسي بوبي اي حدا. اكيد منك من اصل لبناني يا بلا اصل. تعال شوف هون زملائك النواب الشرفة الما معهم يمشوا ومعاشهم ما بيقديهم لآخر الشهر. تعال تعلم منهم يا حرامي. بدي أشكركم كلكم على السيلفيز المهضومة اللي وديتوها على هاشتاج هيدا حيوان. عن جد هاشتاج غريب بس انه تخيل. طب انه نحن هيك هيدا حيوان. خلينا نشوف مجموعه، اول مجموعه اخترناها، وبدي اقول لكم قبل انه بقوه الله ولبنان قدرنا دبرنا جايزه لاهضم صوره باخر الحلقه. تابعونا. على فكرة بس أطلقناه هذا الهاشتاج هيدا حيوان عمل نمبر 1 ترند. عمل أول يعني هاشتاج نمبر 1 ترند بالعالم والله. وعلى فكرة بدي أقول شغلة إنه هيدا الهاشتاج نحنا كمان عاملينه قصد لأنه نحنا للاهتمام بالحيوان، مش بس انه بعد الاعلان رحلة مع رئيس مجلس ادارة الميدل ايست محمد الحوت. بدي أبدأ هالفقرة بخبر مهم جدا من سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تراجع نسبة الوفيات بال 2013 جراء حوادث السير بنسبة 50%. فظيع يعني 50% شغلة كتير منيحة عن جد، بس انه ليش مين باقي بسوريا تيعمل حوادث؟ ما كلهم هون. طرقات بسيطة، طرقات بسيطة. كلهم عنا وين بيعملوا حوادث؟ نحن عنا الحوادث مزدهرة. هلا مش بس هونيك يعني، هلا الحوادث موجودة وين ما كان، حتى عنا في حوادث يعني،
وما في أمان إلا بالسماء. مظبوط، ما في أمان إلا بالسماء، وسمانا نحن. ليش؟ هلأ بتعرفوا ليش؟ لأنه رح نستقبل رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت. مستر محمد الحوت، اهلا وسهلا فيك، منور. اهلا فيك. وفعلا مثل ما عم بقول انا بدون تبييض وجه يعني، بس لانه هيدي شغله كل لبناني، كل لبناني بيفتخر فيها، بيفتخر بهالمؤسسه العظيمه، مؤسسه الميدل ايست. وفعلا فعلا عن جد فعلا، بس نقول انه ما في امان الا بالسماء عنا. مزبوط، ما يحق، لانه الحمد لله وبلا حسيده من اهم وأحسن طيارين وطيارات مؤسسة الميدل إيست. الحمد لله. واللي أكيد، واللي أكيد على رأسها حضرتك. الله يخليك. وقت تعينت رئيس لمجلس إدارة الميدل إيست كان وقتها عمرك 38 سنة. هيدي من كم سنة؟ من 16. من 16؟ 16 سنة. يعني هلا صاروا 39، ها؟ خبرنا شوي بهال 16 سنة، خبرنا شوي عن محمد الحوت. أنا حقيقة طلب مني حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، نعم، اتولى مهمة إنقاذ الميدل إيست على رأس مجلس إدارة من الأخصائيين. هاي كانت بمطلع العام 98. ولما عيني كان تعيين مش سياسي، كان تعيين مثل ما بيقولوا تكنوقراط أو تقني. وقال لي انه هيدي تجربة بالبلد، اذا انت فشلت فيها انا بكون فشلت وفشل مصرف لبنان، واذا نجحت بكون نجحت الميدل ايست ونجح مصرف لبنان، واهم من هالشي نجح كل لبنان. الحمد لله قدرنا نقلب واقع الشركة من خسائر متراكمة استمرت اكثر من 30 سنة وفائت 700 مليون دولار لأرباح متتالية. والشركة لما كانت قيمتها من 18 سنة أو 16 سنة ما كان حدا راضي يشريها بدولار، اليوم صارت تسوى أكثر من مليار دولار. يعني ما بعرف إذا صح التعبير، يعني مصرف لبنان بعده موقفنا على إجرينا والميدل إيست محلقة فينا طلوع. عن جد؟ الحمد لله. طب سؤال استاذ محمد، في عنا عادات لبنانية نحن طبعا بتعرفها حضرتك، الواحد كل ما يشتري سيارة مثلا بيزورها لمار شربل، مار لييس، مار مظبوط. انتو كل ما تشتروا طيارة بتزوروها لسانت لورد، مظبوط الخبرية؟ مظبوط. حقيقة يعني أكترية الطيارات زرنا فيها لورد، سيدة لورد، وزرنا فيها كمان بالبرتغال سانتا فاطمة، وكنا بدنا نعمل رحلة على الميديغوري تعسرت. بس شو الفكرة؟ مباركة. مباركة يعني هي؟ مباركة. أنا بؤمن كل الأديان وبؤمن بكل المقامات، ولما زور لورد حياتها بطلع كتير مرتاح ومبسوط. في شي سياسي بيسافر إيكونومي؟ بتسائب شي سياسي بيسافر إيكونومي ولا ما بلا؟ والله ما بعرف تماما مين بيسافر إيكونومي وبين بيسافر بزنس، بس بعرف إنه فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان بسفراته الخاصة بسافر كراكب عادي، وهيدي نادرة بين رؤساء الجمهوريات. أولا من ناحية أمنية بيكون عم ياخد يعني مخاطرة، تانية من ناحية تلاقي العالم. بس هلأ بانتهاء ولايته حقيقة كمان كان داعم للشركة،
بس كراكب بسافر هو وعائلته عادي لما ما يكون رايح بمهمة رسمية. والله نحن محيينا رئيس تيمين طبعا. فعلا فعلا هيدا رئيس فعلا. مين بيعمل كاستنج للمضيفات؟ حضرتك؟ لا، في لجنة، في لجنة بتعمل كاستنج بس آخر تشويس ايه أنا بترأس الاختيار القديم. السبب حقول لك شيء. ايه. السبب انه من 10 سنين ما كنت اتدخل بالموضوع. طلعت على الطيارة مرة ونحن بحطوا مواصفات للوزن وكذا، شفت وحدة مثلا يعني ياسا يمكن 46 بالفرنساوي، ما بقى يعني شيء كتير كبير. ياس شو؟ ياس هيدا خسرة؟ لا ما من فوق؟ كله كله. فسألت كيف؟ طلع حدا حكي حدا باللجنة بالرغم من انه بوثق فيهم. قلت لهم من هلا ورايح بدهم يمرقوا دقيقتين او ثلاثة بس لحتى نحكي كلمتين معها للبنت او للشاب ولحتى نشوفهم. فبترجع بتجتمع لجنة تانية بمكتبة وبنتعرف عليهم قبل ما نقبلهم قبول نهائي. حبيتها للشاب. هلا على اي اساس على اي اساس بتنقوهم؟ شو المواصفات؟ اول شيء بده يكون الطول والوزن متناسب وبده يكونوا يعرفوا يتسبحوا ليه؟ انه اذا قلب الطياره حتى اذا لا سمح الله صار في امرجنسي لازم يعرفوا. وبده يكون عندهم بكالوريا اسم تاني حكومية على الاقل. بس حقيقه الاكثريه اللي عم بيقدموا عم بيقدموا معهم اجازات. بتتفاجئ بكميه الاجازات يلي عم بيقدموا على الوظائف يلي مطلوب لها شهاده اقل. وبدها يكون شكلها وسط يعني. أوكي. مش ملكه جمال لانه منها يعني مباراه جمال، ولا انه تكون تخوف العالم. انه تكون مقبوله وتكون فريند يعني فريندلي يعني وجه بشوش بتحكي عندها وجود يعني. لا اوقات ما فيك تلومهم بس كمان لانه هي تبقى تعبانه كثير، بس انه هي اجمالا ما بتصير الا بالايكونومي يعني. تبقى قاطع من حدك بس بده يجي الاكل يعني، بتصير واصل عندك عم تقف جزيع توصل عندك انت بتقول لها نعم، بتقول لك شو بتريد شو بدك تاكل، بتقول لها شو في عندك، بتقول لك لحمه، في لحمه او دجاج، بتقول لها باخذ لحمه، بتقول لك ما في لحمه بتاخذ دجاج. طب شو قلتي لي؟ وعندك بتقول لها بدي كبايه مي، بتقول لك هي ثاني كبايه اطلبها اليوم، مع انه على المي قليل ما يحارج. على اللحمه ايه. فظيعين. طب ما بتعتقد لازم الكرو هلا عن جديد يبلش يتمرن على الكونغ فو او الكيك بوكسينج؟ ليه؟ ايه من ورا هيدا الراكب يلي علق هو عمه على الطياره من فرانكفورت لهون. هيدي شو صار تحديدا بهالقصه؟ هيدا حقول لك شغله. هيدا راكب مريض نفسيا، ما كانوا يقدروا يهدوه. مريض والله يشفيه. ايه. ضرب مرته وضرب امه وتعدى على كسر وتحبش. ولما نزل بمطار فرانكفورت ضرب البوليس. يعني انه زلمه مريض عصبيا. وكان من الخطا انه اهله يطلعوا على الطياره. والحمد لله انه يعني مرقت بسلامه. وبالسير والكرو مدرب للتعامل مع هيك حالات. واذا بتشوف انه كربجوه على الطياره، هذا الكرباج محطوط على الطيارات انه في بعض الاحيان اذا واحد زاد او بلش يشكل خطر بحق لنا بموجب القوانين الدوليه كربج له ايديه واجري. شوف على الميدل ايست صارت هاي الحادثه. ما ضلت اذاعه، ما ضل في وسيله اعلاميه كثير مهمه الا ما تناولت افتتاح الخبر. يعني شو هالخبريه يلي بدها انه نشره اخباريه خربان الدنيا ورئيس جمهوريه هيدي اهم؟ فطلعوا لايف من المطار. ايه طلعوا لايف انه يي لك هلا خبريه صار انه هيك الخبر صار بالاعلام. يعني حرزاني هالشغله. الشغله الثانيه بنفس الوقت في طياره طالعه من احد المطارات مش ميدل ايست، بج موتيرا
ولا عجاني ورجعت وراحت ما حدا حكي فيها. طيارة غير شركة. ما بدي أقول اسمها. راح موتيرف فقع يعني العالم. أنا قالوا لي في واحد شاري قنينة ويسكي زتة وصار يدعي إنه يا رب سامحني. أها. لا واحد جد. ما نحكى على الموضوع. أنا ثاقبت عليا ناس إنه ايه. أصحابي عاملين كونكشن هونيك. ايه. ما حدا حكي فيها لا بلبنان ولا بسوشيال. بس إنه المدرس نحن بنحب يصير تناول أخبار. بس مش هيك. بس الصغيرة والكبيرة إنه طب صار مشكل شو هالقصة يعني. ورجعوا إنه صوروه مبطوح على الأرض وعم بشكوا إبرة الحكيم. شو هالمنظر الحلو يلي نحط على سوشيال ميديا ما حلو. إيه لا ما حلو أبدا. لا. لو. في شي مرة كمشتوا اثنين بالطيارة بوضع مشبوه؟ إيه. بالتواليت؟ انكمش؟ لا مش بالتواليت. ما بالساعة التواليت. وين؟ على المقعد اللي وقاعدين؟ على الكرسي. بتصير؟ ايه بتصير. كيف بتتصرف بالطريقة؟ مش لا انه مش يعني انه مداعبات. مداعبات اه؟ بصير هيك؟ كيف بصير التعامل؟ وقفوهن. ايه. وقفوهن اذا تمادوا. شو بيجي اللي عنده بيقول له بليز شيل ايدك عن كيف بتصير؟ انه بليز تخففوا مداعبات. كيف بتصير؟ كيف بتصير التعاطي معهم يعني هيك مثلا؟ والله يعني بدهم بيجوا اثنين يشيلوهم عن بعضهم ولا لا بيجوا بفهموهم ايه؟ انه بس عيب بده اياه هيدا من او يقعد يتفرج ايه انه ايه ايه اول شيء خمس دقايق بعدين بيحكيهم في ناس اذا استمر اذا استمروا لما يوصلوا ببلغوا عنهم الاجهزه الامنيه وبتم محاسبتهم قضائيا اه والله طبعا وما بقعدوا يرجعوا بعد مثلا في يمنعون بلاك ليست بلاك ليست يعني نحن في سيستم بلاك ليست بس بعد ما اعتمدناه يعني انا ب 15 سنه ما في حاطط الا اثنين على بلاك ليست ميدل ايست استاذ محمد الحوت نحن بنفتخر بحضرتك الله يخليك وبنفتخر بشركه ميدل ايست والله يخليك بهالهمه حبيبي وتشرفنا نحن وانبسطنا فيك فعلا نورتنا اليوم ونحن ببرنامج هيدا حكي حابين نقدم لك اول شيء سوفونير هيدا حكي تفضل تفضل خليك مرتاح وكمان جواري مكرزل بحبوا يقدموا لك كادو ما في شيء من قيمتك تفضل ثانك يو يا ريت تفتحها لو سمحت ميرسي اوه مسبحه هذا لما نروح قالوا لنا هذا ذوقك حلو ميرسي وكمان شكرا وهيدي هدية خاصة لأول مرة بتتقدم بهيدا حكي ألا وهي للضيوف المميزين والمتميزين للضيوف المتميزين والسكسس ستوريز مستر محمد الحوت هيدي إيدك مزبوطة فعلا هيدي إيد أستاذ محمد هيدي تقدمة The Ten Twinkle Toes مدام مايا يزبك شكرا هيدي مصبوبة مصبوط على قياس ايد استاذ محمد الحوت لا هيديك التاني هاي هيك ايوه التاني مين هيدا يعني عربون تقدير وعلى كل عطاءاتك طبعا ومحبة شكرا كثير حبيبي انا يعني بشكركم عن جد مفخرة بشكركم هالايد ايه؟ يلي بقلبها الميدل ايست هي ايه؟ فعلا الميدل ايست بقلبي والايد يلي حملت الميدل ايست هي رمز لايد مجلس الادارة وكل طيار ومضيف وموظف وعامل بهالشركة فعلا عائلة الميدل ايست كلنا سويا هذا نجاح لولا هالفريق كله لو ما هالعائلة ما كانت حقها
ولولا دعم اكيد مصرف لبنان على راس الاستاذ رياض السلامي ما كنا وصلنا اللي وصلنا له. الله يخليك. انا بدي اقدم لك هديه، طياره ميدل ايست. هيدي الـ A320، هيدي الـ A320 يلي رقمها 5000. نعم. يلي خصصتها شركة إيرباص كعربون تقدير للميدل إيست، ويلي إجا سلمها ببيروت بسابقة نادرة جدا رئيس إيرباص توم أندرز العالمي يلي ما بيجي بيسلم طيارات، بس من محبته بهالبلد الصغير خصصوها لشركة. وشو بدي أقول لك، وإلك وحدة تانية بس ما حملتها معي. إيه؟ لألك لأنك أنت هديتني كمان مكرزل. إيه؟ حاطط لك اياها برا. اوكي هلا بناخذها بعد شوي. تفضل. هيدي كمان الطياره حقيقه. ايه؟ لما الحبر الاعظم قداسه البابا سافر من لبنان سافر عليها، وهي اهميتها فعلا فعلا. يعني هيدي الطيارة حتكون هون موجودة دايما، رح تكون دايما مرافقتنا عنا بالستوديو، وخاصة بالام تي في، لأنه نحن ببرنامج هيدا حكي، وأنا شخصيا والام تي في شخصيا منحب الميدل إيست ومنحب مستر محمد الحوت، وما بنحكي عنهم وعن الشركة إلا بالمنوح. الله يخليك. وأنا شخصيا بحب الام تي في، وبحب بيت المور، وبحب برنامج هيدا حكي. ايه؟ وبحب الاستاذ ناصر وطارق وكل الشباب وكل يلي عم بيساهموا بنجاحه، وبحب اكثر شيء. الله يخليك. هيدا طيران، هيدا مدير مستر محمد الحوت. بعد الإعلان الفنان نجم فارس كرم بيعلن عن تأييده للرئيس العادل. كانوا فات جول. بعد يومين لازم تنحسن. لازم يكون عندنا رئيس. بدنا رئيس يكون عنده تمثيل بلبنان وبرا. مع احترامي لكل المرشحين، ما حدا منهم عنده مؤيدين من سريلانكا لكوريا الشمالية. مش بس هيك، لمجاهل افريقيا. الا مرشح واحد. شكرا يا شباب، وتحياتي الرئاسية لكل أفراد الجالية اللبنانية بسيراليون والعاصمة فري تاون. نعم سيراليون بفري تاون. شفتوا محليهم بالتيشيرتات الرئيس العادل؟ حسبوها هونيك. توكو توكو واقعوا فظيعين. بدي خص معلش مسؤول الحملة الصديق بوب فيك جونيور. بدي اقول لك ان شاء الله اكون على قد المسؤولية. اما بلبنان فالتأييد متواصل،
وبدي اشكر الصديق الفنان النجم فارس كرم. بدي اشكرك يا صديقي يا حبيب قلبي يا فارس كرم يلي كمان اعلن عن تأييده المطلق للرئيس العادل. هيدا فنان. ما تاخذوها هلا انه عائليه انه هو من بيت كرم وانا من بيت كرم. معلش نحن مش قرايب ولكن حبايب. شكرا فارس. وحياتك اول مصير ببعبدا شايل لك وسام من رتبه فارس اكبر. بيقولوا الضحك بلا سبب من قله الادب. عشان بتضحكوا؟ انا برايي الضحك كيف ما كان منيح بما فيه الضحك على الدقون. وهلا رح نكون مع توب 5 انواع الضحك. بالمرتبة الخامسة من أنواع الضحك، الضحكة العالية الطويلة المتواصلة الطالعة من القلب يلي هي حلوة. هيدي ما فيك تعملها أنت لأنه أنت دخان ما بيساعدك تطلع مع الدخانة مثل السجمان عم بقطش اخر نفس. بالمرتبة الرابعة من أنواع الضحك، الضحكة القصيرة المقطوشة، يعني كيف كأنه واحد خبرك نكتة سمجة وبدك تسيره طبعا أنه هيدي فيها نش سنة وفيها أنه فرقنا يعني فيها جالوبس. بالمرتبة الثالثة من أنواع الضحك، الضحكة العنقودية التصاعدية مثل المكسور عليه ضحك وعم بفش خلقه يعني فورير تبع أنه اخ يا ابن اخ يا ابن قد ما غريبة الضحكة توصل لمحل انه شو بيه هذا؟ بس يا مسطول بس يا هبيلة رح تشخ تحتك جيبوا لنا بامبرز. بالمرتبة الثانية الضحكة الخبيثة وقتها بتكون عم تحضر فخ لحدا. هاي بتيجي مع قرون هيك بس كيف بصير عيونه كبار. بالمرتبة الأولى في ضحكة احترنا بأمرها وأسبابها وطبيعتها وأهدافها. هي ضحكة النائب عمار حوري. When you smiling, the whole
شكرا على الابتسامة. عرس، تخرج، عمادة، دفن، بيسة، بوبي، كله عم بيضحك. ابتسامة continuous. Happy life. بقول له ربحت بالانتخابات بيضحك. بقول له مات فلان بقول له بيضحك. فوت على دفن. عاود كسلمكم، عاود كسلمكم. الله يرحمه. رح نضل بأجواء الضحك مع خبريات سريعة ب احتفلوا بالمكسيك بيوم الحمار العالمي. بهالنهار بعيش الحمار مثل الملوك، كأنه ملك بعيشه. ليك ليك بل كيف حامله للحمار ميا مور، يعني غنج وتكريم وجخ وشو دلك. ليك 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 ديني واقفين عادي فظيع. هلا بالنسبة للمكسيك شغلة كتير كبيرة هيدي، نهار نهار الحمار، بس نحن عنا يا عادية. نحن عنا يا هذا العيد كل يوم. فلاش فلاش. مرة جديدة منشوف نموذج من الحوار الديمقراطي بين الأخوة العرب، قدي بيناقشوا بروى وبيحترموا آراء بعضهم. يصرح انت اللي يتنطط من حضن الناس بالبذهب ويخلي من يدفع اكثر. اسمع اخدع، لا انت اللي بدأت، انا اخرس. لا 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 يا انت اللي بدأت. يا شاكر 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 انت اللي بدأت. لا يا هذا بالعادة المقابلة بالأردن. ستيفن سيغال. هو المشهد أطول بس لزاوية القلوب الحساسة ما قدرنا نتفق. هني أنا بتخيل إنه منزعجين كانوا من الديكور. والله شيلها طلقة. هذا الديكور ما عجبني بقى. اخلص. اخلص هذا الديكور ما بيسوى. يا حفرت لي. اخلص. ها بالأردن يا حفرت لي يعني إنه. مؤخراً نعمل مثل إحصاء أو سونداج بفرنسا وتبين أنه أكثرية الفرنساوية ما عندهم مشكلة مع الخيانة الزوجية. تسأله بقول لك مرتك عم بتخونك. مرتك عم بتخونك يا جوزك عم بخونك. سي نورمال. ما شي طبيعي ما يكون عندهم مشكلة يعني. ما كل رئيس فرنساوي عم بحط بحصة للي سبقه ومقضينا من مرة لمرة. تفضل. لا ده أولاند. من مرة لمرة عم ترجع لورا يا أولاند. بس الخيانة الزوجية ما بتقتصر على البشر. في كلب انضرب على راسه وقت رجع على بيته ولقى مرته الكلبة جايبت له 3 بسينات. عم بيطلع انه هول ولادي. عم شكلهم مش ما بيشبهني يعني.
هيك عم بيطلع فيهم بس بلغه منظره للكلب منظره بيقطع القلب، وخصوصا وين انه جارهم لبسان اجى هنيه وقال له مرتك طيبه مش معقول شو بيشبهوك ولادك يا جار. انا بقول هول مش ولاد كلب هول ولاد حرام. فلاش فلاش هلا منشوف مجموعة جديدة من السيلفيز من هيدا حيوان. يا هلا يا هلا بعلي الديك يا هلا بعادل. علي ليش هالناس بتحبك؟ والله يعني عادل ليك بدي اقول لك شغلي، انا شخص مرضي مرضي الوالدين، وانا بوصي الكون كله ليك كيف العالم بتحبك لانك انت مرضي. انا بعرف انك مرضي كثير لامك ولبيك، انا مثلك انا مرضي الوالدين كتير ومرضي للعالم اللي بحبه وما بتمنى حدا يزعل مني ان شاء الله مين ما كان يكون، وبحب الله كتير يعني انا بنزوي انا وربي كل يوم بتوسل له وبحكي له شو صاير معي والحمد لله رب العالمين وصادق مع العالم، صح ولا لا؟ ما بعرف اكذب، بتصدق ما بعرف بكذب ولا بعرف بمثل، يعني لا هون لا على الشاشه ولا بالشارع ولا بالبيت ولا يعني اللي بيشوفني هون يا ما عالم بيشوفوني بيقول لي يا اخي انت نفس الشيء، بقول له يعني شو شفتني هناك عم بحكي لك بالفصحى نفس القصه، هاي الترتيبي ما بكذب على العالم، بحكي هون اللي بيطلع من هون بيحترموه العالم كتير بس تكون صادق فيه يا حبيبي، ما ضروري تمثل على العالم. اي والله تنظر. يعني اذا اللي بيطلع من هون صادق كيف بس يطلع من هون؟ يا ويله يا ويله يا ويله اما انت لك شو بدك تعمل بقى اليوم؟ اليوم بعدين عندنا اليوم عندنا حرب كبيره انا وعادل في محاوره عتابه. اي والله هلا انا لك وتلاقيكم على المحبة حللنا على دارك يا عادل لما حللنا وتلاقيك على المحبة حللنا وشو ما تفصل منلبس شو ما تفصل منلبس حللنا وشو ما تطلب بلب الطلب أمنتلك أو أمنتلك ليش تخون يا ضو عيونك أبيض القلب ومجنون خيب الصونك لا شو عيونك
ادمان تعضعت صبيعه تترجاني يا خوان اني ما بيعك بوقته منيح بالعربي الفصيح كل شي بوقته منيح بالعربي الفصيح بالعربي الفصيح وحياتك والله بنومك رح بتلاقيني وحياتك والله بنومك رح بتلاقيني يا حبيبي ما احلاه يا عيني عليك بلش يقلب الديكور علي برنامجك حقق نسبة مشاهدة عالية بلبنان الحمد لله كتر خير رب. شو قولك ليش من يعني شو سبب هيدا الشيء يعني ليك بدي اقول لك عادل العالم انا هيك قناعتي يعني هذا الشيء اللي بيشبه بعضه ملت منا العالم ايه وكانوا مفكرين يعني للأسف كتير ناس مفكرين إنه ما بقى العالم بتحب هاي الأصالة ونسيت العالم كل ما نعم تتمسك بأصالته وكل ما نعم تزداد تمسك بتراثه وتراث أجداده وتراثه فبدي أقول لك عادل يعني بس أنا يعني إنه كان ترتيب البرنامج انه تركوني على رياحتي ما حد يحكي معي تركوني ما تقول لي مره بدي اقول لك شغله لضحكك عندي ضيف هلا انا ما بعرف قدم برامج يعني ما بعرف انه هلا اليوم اخوك عادل عم 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 يحاورني بس في عالم فوق مثلا اذا نسي شغله بيذكروا يا هو فانا عندي ضيف عادل بس اول مره بقدم برامج شو بيعرفني فسالته سؤال ما راح احكي مين هو الضيف المهم بالحلقات الاولى بيقول لي فوق الشباب بالمونتاج اقطعوا ادخل عليه انا واقف انا ما يعني الضيف هلا هني اذا بيقولوا لي عادل اقطعوا بيقطعني بدون ما يحسسني يعني انه عيب يحسسني انه بيلاقي له حل اقطعوا ادخل عليه والزلمه عم يحكي اقطعوا قلت لك شباب لا بيبدل هلا يا عندك ديوك جوا كمان جايبين لك كم ديوك جاجات وديوك جاجات كلش او لك يمكن هو نجح البرنامج لانه لانه يمكن صاروا سوريين كلهم عنا بلبنان ما كل الامريكان عنا بسوريا يعني لكن هلا شو راح يصير اللي راح يصير هلا انه بعد البريك رح نقمقش حطب انت وراح اتحدى على الديك مش بس هيك مش بس هيك عم يطلع له كمان محضرين لك مفاجأة حلوة كتير يلا يا رب بريك ايوه نعم زميلنا رامي نعيم والشاعر حبيب بوانطون يلي بيرفقوك ببرنامجك ليلى حبوا يكونوا معنا بالاستوديو نعم فالتحدي رح يكون بيني وبينك وكمان رح يكون في مداخلة اللي ما بتحدوني اوعى تحداني اوعى يلا يلا يا شباب فاللي رح بلش انا رح بلش بما انه انت ضايف اليوم علوش انا عندي طلعه لإلك هات وراح اقول لك اياها ايه يا علوش حبيتك وجوا عيوني خبيتك يا علوش حبيتك جوا عيوني خبيتك الام تي في بيتك يا ديك يا اهلا فيك ببيتك هلا هلا
عذبتني حرام وعلمتني عالغرام، عذبتني حرام وعلمتني عالغرام. جاي الليل لعندك يا عدل يا ابن كرم، أكرم نعيم وبو أنطون حبوا لموا ليها العيون، والأكرم نعيم وبو أنطون حبوا ترف أيسونو مطرح ما يكونوا بتكون ومطرح ما تكون يكونوا. ورح منغني وين ما كنت انتو دي كين سوي، رح منغني وين ما كنت وانتو دي كين سوي، عادل دي كنك تو انت بتبقى دي كل غنية. هلا دور بالعتابة هو علق. شو شو يا شباب، علق ولا ما علق؟ جايب لي جيشك معك وعم تحداني. انا شوف ملاديك هون مع ضيوفي يديك انا عادل هلا وعن الحق الغني ولا يوم عادل. اذا بهيدا حكي بيحكيك عادل ضروري للحكي تعمل احسان. لك اخ يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. أنا حول المجد بدور حلقة، أنا حول المجد بدور حلقة وبدينات الشمس قد وضعت حلقة وجاي لعادل تعمل، وجاي معادل تعمل حلقة لخلي عظامك ترجف رعي. فرجيني هلا قوتك رح اقول لك نص انا بيت عتيبة وكفي انت لشوف. ايه عصيان سلام لنشوف مين الديك هون لشوف. حتى نشوف. الو 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 شو اللي رجعك خلفي وردك؟ ايوه حلو عادل. شو اللي رجعك خلفي وردك وانا المنتظر لجوابك وردك؟ لك لا تخلي الديب يرقد، لا تخلي الديب يرقد ورا الديك وخلي الديك يحكم بدي. والله كنت صغير عم برقد ورا الديك وصرت كبير بقبش بالعباب يا ويلي. الله شو
قام كشلي حطب يا علوش. ابشر سوا. راحت تقمقش حطب وحبلة براسها ومعقالة يا حرة مجعودة دار أو فوق الحملة جيالة. قمقش حطب براسها ومعقالة يا حرة مجعودة دار فوق الحملة جيالة. لا لا يا زمن لا لا ظلمت الشقرة الميالة ولك لا 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 ولا لا لا ولا لا ظلمت لك عشان ولك إجاك الموت يا تركي يا صدق يلا الله لا يوافق هلا صبت ديبار ميوها والله يبعد لهم بلا حرقوا قلبي كرمها سفرت أستراليا صار في كتير عليها قالوا إيل وحكي. خبرنا مظبوط شو صار لك اسمعوني. سفرت أستراليا في واحد حاقد على الإنسانية كلها. شخص يعني ما في وصف بقدر بوصفه فيه لأنه عالم الوطن هو شرف وكرامة الوطن وشرف وكرامة البني آدم. كل إنسان علم وطنه ما بيزينه غير علم وطنه. وليكم هاي علمنا هاي علمنا. إجا شخص أنا عم غني بالحفلة ما شفته أنا شفت عم تشتشد هو وحدي. أنا على فكرة أنا أجيت طلعت صرحت نفس اليوم شو اللي صار معي صرحت بس ما كنت بعرف إنه في هجمة على الفيسبوك كمان. يعني المهم هذا الشخص اللي شد العلم من بنت ودعس على العلم هو شو صار على المزبوط. في شاب إجا قرب على بنت كانت حاملة علم بنت حاملة علم بالحفلة. إجا علي شاب من بين ما بعرف لم من وراي من قدامي وأنا كنت أنا وحيدر ويوسف ووسام نحن ثلاثة ايه ثلاثة ماشي والشاب راح
راح من بين العالم يعني راح هو راح اختفى اختفى اجا هو اخذ العلم ومعرض اي شخص ليوقف بهذا الموقف اي شخص في العالم معرض انه تصير معك وانت ثلاثه شو بدك يعني وهرب وراح فمعرض انت ولكن اللي اكبر منه اللي نزل معه شريكه اللي نزل اول منشور نزل اول منشور على الفيسبوك شو كتب علي الديك شالوا العلم ودعسوا على العلم ورجع غنى بالحفلة انا بقول له هلق من عندك عدولي بقول له خسئت انت وامثالك علي الديك يطلع يغني بعد ما تدعس على عالمه واتحدى ليك انا هذا الكلام له لبعد مليون سنه الكون كله اتحدى الكون اذا واحد بيجيب نص دقيقه علي الديك غنى كلمتين انا وقت اللي كنت عم قلن حلوا مشاكلكم برا وخلوها هي كلها صارت دقيقه يعني نص دقيقه هسه ما بعرف انه علام ولكن وقت اللي عرفت العلم انا طبعا ما غنيت هوني بس بعد ما عرفت فورا مباشره ولا حرف ولا كلمه مشي عم قلن خلص حلوا مشاكلكم برا بيجي وسام بيقول لي لك عم قال لي هذا شد العلم ودعس على العلم يا لطيف انا هون يعني صابطني جلطه يا زلمه هذا علم يا زلمه يا معتوه لك هذا علم وطني وين رايح انت وين عم تخبص جيش العالم طلع هو ذكي يعني سهل اختراق العالم اللي بتحبك كمان دخل بين العالم بيني وبين العالم اللي بتحبني انه علي الديك غنى وعلي وانا يعني انا اللي ما بطلع ولاي بالعالم غير حامل هذا العالم كل حفلة بدي احمل علم وطني الله يحمي ليكوا يا جماعة الله يحمي سوريا وجيش سوريا وشعب سوريا ودفاع الوطني سوريا ولبنان وجيش لبنان العلم انا جبته معي علم وينه عاد وينه اعطيني هذا العلم هذا علمي هذا العلم وحياة المصحف هذا هو العلم بس أنا ما رح سوي بطل قومي وشيل العلم أنا شلت العلم ضبيته يعني وقت عرفت العلم شلت العلم ضبيته وحطيته بي 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 بكيس ومشيت أنا لبرا لأنه العلم يعني حرب كبيرة فأنا بقله للي هذا العلم اللي كلم بالحفل هذا العلم اللي كان بالحفل هذا اللي هذا الشاب اللي إجا وقتها أشطه للبنت ودعا أشطه للبنت وصار يقول العلم خزق العلم هو لا هو سحب العلم من ايده ما بعرف شو سوى ومشي ولكن بقول له لهذا العلم لهالعلم انا بقول له عبر كون وعبر عبر شاشتك بقول له يا علم وحياتك صغيري يا كبير صغيري كثير هاي اللي سواه هذا دل على حاله انت اكبر منه واكبر مني واكبر من العالم هذا العالم وانا اكثر شخص في العالم جبروت يعني انا يعني احنا لك اقول لك شغله يعني انا شخص بعمري لا ما في شيء بيرهبنا ولا في شيء بيخوفنا ولا احنا مع الحق ومع السلام وانا بقول لك الحمد لله بلشت المصالحه الوطنيه ببلدنا تصير ويا رب العالمين نحن انا كشخص بدعي الى السلام وللمحبه رجعوا لحضن الوطن لانه اللي عمل هيك بالعلم ما نسوري شوفها ما نسوري كل واحد حمل سلاح او طلع او نزل شوفوا شو واحد ما نسوري دعس على علمكن رجعوا للوطن اللي احنا بحاجتكن والوطن بحاجتنا والوطن ما بيبنى غير بايدنا وقتكن والله يحميكن ويحمي سوريا والجيش والشعب نحن كمان انا بدوري كمان بقول انا يعني خلص بقى تعبنا اكثر ما تعب الشعب السوري الله يزيل الشده بقى يعيني عليك وانا بدي اوجه تحيه كبار للشعب السوري كله يعيني عليك يا علم سوريا الحبيب لا يعني والله العظيم طلعت بس اقول لك شغله عادل طلعت اول شيء يعني انا ما بعرف شو فيه ما تاري هذا المعتوه منزل على الفيسبوك قال والله غنى على ديك انت وين عم تخبص بالوحل ولك انا ابن اللاذقية انا ابن شارع الجمهوريه ولد انا ما بغني ولك انا عاسر واحد في العالم يخليني غني عسيرة الاعلام علوش نعم عسيرة الاعلام احنا بعد قريبا نبلش كاس العالم المونديال انت نعم. مع مين بكاس العالم مع البرازيل محضر شيء غنيه للمونديال دخلت
للبرازيل؟ ايه؟ شو مفكر مشارك فريق تشرين تبع اللاتفي؟ شو بدك؟ شو الأكل المفضل؟ شو الأكل المفضل عند علي الديك؟ دجاج على أنواعه؟ لا أنا الديك الديك شو بياكل؟ الديك شو بي شو الأكل المفضل؟ برغل، بحب البرغل، أنا بحب البرغل، ليك بحب البرغل وبحب الأكلات الزيت يعني مطبق البيتنجان، اليقطين، الكوسة، السمك. ما بتحب السمك؟ شفتك أنا وياك تغينا عم نضرب سمك ومتخبى بزاوية أنا. علي بدي أقول لك أنا يعني عن جد لا يمل منك ومن صوتك لك دخيلك ووجه تحية عبرك. نعم لضيعتك الحلوة يا حبيب قلبي يا عمري أنت يا حسين الحسن يا أبو محمد يا عمري. وكمان مرة معلش رجع وجه لتحية كتير كبيرة لكل الشعب السوري الحبيب فردا حبيبي طار عقلي لأنه عن جد اتصل فيني صديقي ايه؟ من القرداحة اسمه حسام خيربيك ايه؟ قال لي وقت ما شفتوا لحسين مع عادل كرا ايه؟ قال لي مجننا بيحبوك حبين العالم. قلت لي نوعد حبوه أكثر من برنامج بموش. تحية لآل القرداحة لكل سوريا لأنه عن جد هالكلام المعسول بيجينا على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بوجه لكم تحية وبوسة يا حبيباتي. علي بنهاية برنامجنا بدنا نوجه لك نقدم لك سوفينير يلي هو يا حياتي انت علي تذكار مشاركتك بالحلقة معنا مع صور هيك علوش صغير الله بيسلموا الإيدي حبيبي. وبعد كيف هي كمان ما في شيء من قيمتك طبعا يا حياتي مجوهرات مكرزل تقدم لك ساعة شكرا يا عدول يا حبيبي طبعا ما في شيء من قيمتك. وكمان بدنا نقدم لك أنا شخصيا برنامجي لخير رب ولا عدول يرزق معلش أنا رح أفتحها هيدي بس للشيوخة وأولاد الأصل عيني حياتي يا عادل هيدي بس إن شاء الله بيعيشوا إيدي شكراً يا حبيبي انت هلا بدي فرجيك ايش جاي بقول لخيك عادي فرجه بدي اعلمه قصه كبيره يلا انا جايب له المنجل ان شاء الله هاي للحصوده هاي للحصوده وهي المنكوش مشان هذا المنكوش من علوش وهي مشان ما تصيبك شمس بتحطها لهي على راسك هيك وبتنزل يا الله حبيبي يا عدولي احلى ضيف على الدين الله يحميك الله لا يحرمني عيونك يا حبيبي والحصود لك عود يا عديان
وطلبت منها بوسي، قالت بيشوفك بي، وطلبت منها بوسي، قالت بيشوفك بي. بعد عيني وعادل نحن بعهد الحر. بلاد الغربي لك رسالة، اشرح لأمي شو صار بحالي. يلا يلا وان شاء الله بتوصل عند الغوالي، وان شاء الله بتوصل عند الغوالي، تنقل لعيونهم شوق المكنون. بدنا نقول مبروك لأنطوني فرنجية يلي أخذ سيلفي. ليك ملا سيلفي مع الدجاج وراه.
يعني انت بكفيك صوتهم وكل وقت عن جد مهضومة السلفي. بنقول لك ألف مبروك يا أنطوني، بتربح رحلة على أولو دينيز بتركيا فول بورد من عند بركات ترافل. والأحلى من هيك أنه هاي الرحلة هي لشخصين، مش لحالك، فيك تاخد جيجي معك. بس أنا بأكد لك أنك أنت رح تروح على محل كثير حلو فعلا. أولو دينيز هي جنة بتركيا، أنا رايح لمرتين فعلا أنه رحلة رح تنبسط فيها. وكمان بيربح معنا إبراهيم هدام دوك تريتس من عند فيتا كرافت. هيدي فيري كرياتيف سيلفي على فكرة، هو وصاحبه مع بيسي وبوبي. مبروك إبراهيم دوك تريتس من عند فيتا كرافت، يعني أكل للبيسي والبوبي على وتويز وكل شيء على شيء سنة، على شيء سنة ببلاش يعني. يعني البيسي والبوبي عم بيلعبوا وياكلوا ببلاش، شالهم عن ظهره. وكمان اسمحوا لي اتشكر اليوم حضور معنا بالاستوديو الجمهور، احلى جمهور، جمهور الجامعه اللبنانيه فرع طرابلس. بعتقد هي مجموعه كليات مع بعضكم، بس اكثر شيء كليه اداره الاعمال. اهلا وسهلا فيكم. تفضل عندي. يعني أقول شيء تقدير هلا بدي مرسي حسين، بدي أشكركم على التقدير، يعني فعلا عربون شكر وتقدير ومحبة للفنان عادل كرم طلاب الجامعة اللبنانية. أنا بدوري بدي أتشكر كل اللي عم بيحضرونا ببيوتهم وعم بيتابعونا على السوشيال ميديا. بدي لكم خليكم عم بتتابعونا على السوشيال ميديا هيدا حكي، وبدي لكم أنه هيدا حكي كل ثلاثة تسعة ونص بس على ام تي في، وهيدا جمهور وهيدي حلقات. أهلا وسهلا فيكم. في شي مرة كمشتوا اثنين بالطيارة بوضع مشبوه؟ اي بالتواليت؟ انكمش؟ لا مش بالتواليت، ما بالساعة التواليت. وين؟ على المقعد اللي قاعدين؟ على الكرسي. بتصير؟ اي بتصير. كيف بتتصرف بالطريقة؟ مش لا انه مش يعني انه مداعبات. مداعبات اه؟ بصير هيك؟ كيف بتصير التعامل؟ وقفوه هون. وقفوه هون اذا تمادوا. شو بيجي لعنده بيقول له بليز شيل ايدك عن كيف بتصير؟ انه بليز تخففوا مداعبات. كيف بتصير كيف بتصير التعاطي معهم يعني هيك مثلا؟ والله يعني بدهم بيجوا اثنين يشيلوهم عن بعضهم ولا لا؟ بيجوا بفهموهم انه انه بس عيب بده اياه.
او يقعد يتفرج ايه قالوا ايه اول شيء خمسة دقايق بعدين بيحكيهم. في ناس اذا استمر اذا استمروا لما يوصلوا ببلغوا عنهم الاجهزه الامنيه وبتم محاسبتهم قضائيا. اه والله طبعا. وما بيقعدوا يرجعوا بعد مثلا في يمنعوني بلاك ليست. بلاك ليست يعني نحن في سيستم بلاك ليست بس بعد ما اعتمدناه. يعني انا ب 15 سنه ما في حاطط الا اثنين على بلاك ليست ميدل ايست. استاذ محمد الحوت نحن بنفتخر بحضرتك. الله يخليك. وبنفتخر بشركه ميدل ايست والله يخليك بهالهمه حبيبي وتشرفنا نحن وانبسطنا فيك. فعلا نورتنا اليوم ونحن ببرنامج هيدا حكي حابين نقدم لك اول شيء سوفونير هيدا حكي. تفضل تفضل خليك مرتاح. وكمان جواري مكرزل بحبوا يقدموا لك كادو ما في شيء من قيمتك. تفضل. ثانك يو. يا ريت تفتحها لو سمحت. ميرسي. اوه مسبحه كوره لما نروح. قالوا لنا هذا ذوقك كثير حلو. ميرسي. وكمان شكرا. وهيدي هدية خاصة لأول مرة بتتقدم بهيدا حكي ألا وهي للضيوف المميزين والمتميزين. للضيوف المتميزين والسكسس ستوريز مستر محمد الحوت. هيدي إيدك مزبوطة فعلا. هيدي إيد أستاذ محمد. هيدي تقدمة The Ten Twinkle Toes مدام مايا يزبك. شكرا. حد من حبيب. هيدي مصبوبة مزبوط على قياس إيد أستاذ محمد الحوت. لا هيديك التاني. هاي هيك. أيوة التاني ما هيدا يعني عربون تقدير وعلى كل عطاءاتك طبعا ومحبة. شكرا كثير حبيبي. انا يعني بتشكركم مفخره. بتشكركم. هالايد ايه؟ يلي بقلبها الميدل ايست هي ايه؟ فعلا الميدل ايست بقلبي. والايد يلي حملت الميدل ايست هي رمز لايد مجلس الاداره وكل طيار ومضيف وموظف وعامل بهالشركه. فعلا عائلة الميدل ايست كلنا سويا. هذا نجاح لولا هالفريق كله لو ما هالعائلة ما كانت حقها. ولولا دعم اكيد مصرف لبنان على رأسه استاذ راس سلامي ما كنا وصلنا اللي وصلنا له. الله يخليك. انا بدي اقدم لك هدية طيارة ميدل ايست. هيدي الـ A320 يلي رقمها 5000. نعم. يلي خصصتها شركة ايرباص كعربون تقدير للميدل ايست ويلي اجا سلمها ببيروت بسابقة نادرة جدا رئيس ايرباص توم اندرز العالمي. يلي ما بيجي بيسلم طيارات بس من محبته بهالبلد الصغير خصصوها للشركة. شو بدي اقول لك؟ وإلك وحده ثانيه بس ما حملتها معي. ايه؟ لإلك لانك انت هديتني كمان مكرزل. ايه؟ حاطط لك اياها برا. اوكي هلا بناخذها بعد شوي. تفضل. هيدي كمان الطياره حقيقه. ايه؟ لما الحبر الاعظم قداسه البابا سافر من لبنان سافر عليها وهي اهميتها. فعلا فعلا. و يعني هيدي الطياره حتكون هون موجوده دائما رح تكون دائما مرافقتنا عنا بالاستوديو وخاصه بالام تي في لانه نحن ببرنامج هيدا حكي وانا شخصيا والام تي في شخصيا بنحب الميدل ايست وبنحب مستر محمد الحوت وما بنحكي عنهم وعن الشركه الا بالملح. الله يخليك.
وانا شخصيا بحب الام تي في وبحب بيت المور وبحب برنامج هيدا حكي وبحب الاستاذ ناصر وطارق وكل الشباب وكل يلي عم بيساهموا بنجاحه وبحبها اكثر شيء لهلا. هيدا طيران وهيدا مدير مستر محمد الحوت. بعد الإعلان الفنان نجم فارس كرم بيعلن عن تأييده للرئيس العادل. كانوا فات جول. بعد يومين لازم تنحسن. لازم يكون عندنا رئيس. بدنا رئيس يكون عنده تمثيل بلبنان وبرا. مع احترامي لكل المرشحين، ما حدا منهم عنده مؤيدين من سريلانكا لكوريا الشمالية. مش بس هيك، لمجاهل أفريقيا. إلا مرشح واحد. شكرا يا شباب، وتحياتي الرئاسية لكل أفراد الجالية اللبنانية بسيراليون والعاصمة فريتاون. نعم سيراليون بفريتاون. شفتوا محليهم بالتيشيرتات الرئيس العادل حسبوها هونيك خلص. توكو توكو واقعوا فظيعين. بدي خص معلش مسؤول الحملة الصديق بوب فيك جونيور. بدي اقول لك ان شاء الله اكون على قد المسؤولية. اما بلبنان فالتأييد متواصل، وبدي اشكر الصديق الفنان النجم فارس كرم. بدي اشكرك يا صديقي يا حبيب قلبي يا فارس كرم يلي كمان اعلن عن تأييده المطلق للرئيس العادل. هيدا فنان. ما تاخذوها هلا انه عائليه انه هو من بيت كرم وانا من بيت كرم. معلش نحن مش قرايب ولكن حبايب. شكرا فارس. وحياتك اول مصير ببعبدا شايل لك وسام من رتبة فارس اكبر. بيقولوا الضحك بلا سبب من قلة الادب. عشان تضحكوا. انا برايي الضحك كيف ما كان منيح بما فيه الضحك على الدقون. وهلا رح نكون مع توب 5 انواع الضحك. بالمرتبة الخامسة من أنواع الضحك، الضحكة العالية الطويلة المتواصلة الطالعة من القلب يلي هي حلوة. هيدي ما فيك تعملها أنت لأنه أنت الدخان ما بيساعدك. تطلع مع الدخان مثل السجمان عم بقطش اخر نفس. يا
بالمرتبة الرابعة من أنواع الضحك، الضحكة القصيرة المقطوشة، يعني كيف كأنه واحد خبرك نكتة سمجة وبدك تسيره طبعا أنه هيدي فيها نفس سنة وفيها أنه فرقنا يعني فيها جالوبس. بالمرتبة الثالثة من أنواع الضحك، الضحكة العنقودية التصاعدية، مثل المكسور عليه ضحك وعم بفش خلقه، يعني فورير تبع أنه اخ يا بيل اخ يا بيل يعني قد ما غريبة الضحكة توصل لمحل انه شو بيها ده بس يا مسطول بس يا هبيلة بعد شو اختحتك جيبولنا بامبرز بالمرتبة الثانية الضحكة الخبيثة وقتها بتكون عم تحضر فخ لا حدا هاي بتيجي مع قرون هيك بس كيف بصير عيونه كبار بالمرتبة الأولى في ضحكة احترنا بأمرها وأسبابها وطبيعتها وأهدافها هي ضحكة النائب عمار حوري smiles with you yes شكرا على هالابتسامة عرس تخرج عمادة دفن بيسي بوبي كله عم بيضحك ابتسامة continuous happy life بقولوا البحث بالانتخابات بيضحك بقولوا له مات فلان بقولوا بيضحك فوت على دفن عاو بكسر منكم عاو بكسر منكم الله يرحمه رح نضل بأجواء الضحك مع خبريات سريعة ب احتفلوا بالمكسيك بيوم الحمار العالمي
زعجتكم ايه؟ ما عليه بدكم تتحملوني، انا لبناني. واللبناني معروف بثلاثيه، الكب النية، التبوله والزمور. غرام قلبه اللبناني يزمر. بالعجقه بيزمر، بالعرس بيزمر. واللي ما خصه بالعرس بفوت بموكب العروس وبلش يزمر. لا، بالدفن بيزمر. خلصت المدرسة بيزمر. رايح رحلة على الأرز بيزمر. بده يظهر صاحبته على العشاء، بيوصل تحت بيتها بيزمر. جاي يظهر على العشاء هو. بلش بقى. سمع العالم كله، بده يسرع الدنيا. مسكر عليه جاره، بدل ما يعيط له أو يدق له على الانترفون يكون شوي حضاري، لا لا، بيسرع الحي بالزمور. بلش بقى. زال مرارة، زال زال زال. قالوا لمينة، مينة السيارة لمينة. زال شيلها، زال. يبقى حط اجره جوا، فاتح الباب واجره على الزمر. زال زال. اذا شاف ارما ممنوع التزمير، بيوقف حده وبلش يزمر انكاية. بقاطع ممنوع تزمير. طيب منك ربحت الحكمة بيزمر، الربح الرياضي بيزمر، ويعين بكرة جايك المونديال يا معلي هونيك. والله لا يخلينا إذا رح نخلي حدا ينام يعني. بس خدوا عجل أبقى. أنا برازيلي. أنت شو؟ أنا ألماني. وانا تلياني. بصير الصبايا طالعين من الشبابيك بقى وزمير. خد ايطاليا. بصير يقفوا بوش بعضهم، انت ايطاليا انا المانيا. يا هبيله. يعني انا اكيد الزمامير رح يطلعوا من مخنا. لبتونيل نهر الكلب، العوني بيزمر للجنرال. هاي طالع نغمة. بس انت اسمعها بالتونيل بقى. با 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 با. هيك هيدا الجو. القواتي بدي زمر للحكيم. لا لا. لا. هيدي بتروح قتل فيها. أنا ما بنصح. تعرف هاتو برنار عونجي. جا زمرة. ذاك اللبناني يروح موتور سيارته بس ما يروح زموره. هادي بعد ما حكينا عن شوفرية التاكسي. تبقى واقف انت، بيوصل لحدك، بيوصل بوقف هيك بيطلع. لوين لوين؟ اول شيء ما خصك لوين. انا هيك واقف سقالي ناطر حدا، يمكن ما بعرف، عم بتفرج. لو عندك بيجي من تاني ميل بيبقى رايح وهيك، انت واقف على الطريق هيك، بيوصل من هونيك دغري بينطلع. لوين لوين؟ طب خيي لو قلت لك مطرح ما بدي روح، ما انت عندك برمه، ما راح تلحق. هذا في حدا يفسر لي طيب انه ليه سيارات دفن الموتى بتزمر؟ انه معه ميت ومستعجل؟ بتحس اوقات ببقى واقف مثلا بتسمع السيارات ورا عم بلش تزيح، لانه وقت طول سياره اسعاف جاي بيطلع ميت. صار هذيك اليوم جاي انا وخي على الطريق كمان نفس القصه، وان صار تزيح العالم. قلنا شوفي قطعوه صليب احمر، قطعوه، طلع ميت. وصل لحدنا قلت له شوفي هالزمير، قلت له شوفي ما مات، قاعد ورا هو ما معه خبر، وين رايح مستعجل؟ قال لي ما بدي وصله، عندي واحد تاني على الاربعه.
هو ما مصدقين يروحوا يكبوه، يلا خلصنا. طب انه المواطن فهمنا انه بلا مخ وبلا اخلاق وبتضل ايده على الزمور، بس المسؤولين بالبلد شو قصتهم؟ ما انت بلا زمور مع علي الوزير سعاده النائب عم تاكل الف مسبه. ناقصك تزمر حتى تاكل الف تانيه. هلا من الاخر يا ريت بتخففوا لنا الطوش شوي وبتشتغلوا لتجيبوا رئيس. هلا جيبوا رئيس مش مشكله، انا غيري ما بتفرق. انتو جيبوا رئيس وانا لاجو الدنيا زمير. وهيدا زمور. الليلة جامعين ديك وحوت بالستوديو. الليلة عنا ديك وحوت بالستوديو، هيدا حكي. الديك بده يغني كوكو كوكو والحوط بيطير. ضيوفنا لليلة الفنان علي الديك و ورئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوط. حلقة مميزة الليلة مثل كل الحلقات، بس انه حلقة حلوة كثير. شادي انت عم بتتابع المسلسل اللبناني الطويل؟ لا لا مش عم بحكيك عن بعرف راح راسك انت عم فتش وحيد بتلفزيون لبنان طبعا، انه انت كنت معه بجنينة لورا اعترفي، انت جيت من ورا وطرقتيه بالمقص. لا مش هيدا، لا لا هيدا عم بينعرض كل نهار أربعة يا معلم قبل الظهر. لحقوا إذا بعد مش حاضره، إذا ما صار لك بعد من شي 40 سنة تحضروا احضروا. عم نحكي نحن، عم بحكي عن مسلسل 128 عبيد صغار. ايه 128 عبيد صغار، مش معقول شو معلق فيها المسلسل انا. ليك تبي مع انه صار بايخ هيت، لا عامل هيت شو؟ عامل هيت كل العالم عم تحضر، كل العالم مع انه بايخ، وانه وقبل بنهار بتعرف شو راح يصير. عرفت؟ هلا نهايته معروفه وكل العالم عارفه انه شو راح يصير، انه بالجلسه الا النواب. عندنا النصاب، ليه شو في اليوم؟ لا لا لاند، ليه شو صار؟ شو في؟ سلامتك دكتور. ابدا ما في شيء، مشاوي وميزه من قريبه يعني. اذا ما مش مصدق شوف زملائك شو عاملين. رخوه قهوه يعني. كيف؟ انه ايه شو؟ واقف البلد، البلد واقف على صوص ونقطة رخين عبد. شو في شو صار؟ شفت سعادة النائب؟ ماشي عم يتغدوا الشباب واخر همهم يطلع رئيس. يطلع رئيس، ما يطلع رئيس اخر همهم، المهم الفاتورة مين رح يدفعها؟ هلا أنا كنت هونيك وحضرت المشكل. وصلت الفاتورة، بينتشى خالد الظاهر من الجرسون بيقول لهم علي شباب. بيقول له أبو العبد كبارة أعوذ بالله. أعوذ بالله أنا عازمكم هون. هادي حباش كبرت براسه وقال له أبدا، لا أنت ولا هو، أنا بدفع. صارت الفاتورة تتناتش بين إيد وإيد، هون بقى في إيد كبيرة على هيك شيء، وزير الداخلية إيده بيطبشها بقى مثل ما هي طبعا. الأستاذ زهاد المشنوق هيك على الطاولة تخيل هن قاعدين بقى وهن، جيت ايد بقى كيف الايد من حديد؟ ها هي هيك تجي هن بقى شوفي. قال لهم خلص يا، قال لهم خلص شباب، وبعدين هالمرة علي.
بهالاثناء كان لولا بالبرلمان محمد بلوط عم بينظم السير. قول في طوشي من هون كذا حس رح يعطوه تبع ولد طيران طبعا خد شمال خد يمين زحت فريم ايه كذا مذكرينه محمد؟ لا ما بتذكره؟ كيف بتتذكر؟ اه ما كنت انت ببعث لك اياها كاسيت تحضرها اول حلقه بشو معجوق استاذ محمد؟ مروكو اللقمه مع الشباب اما المرشح باذن الله رشيد لبكي فمنعوه يفوت لأنه الظاهر بشكل خطر على باقي المرشحين. حطيت أول حاجز للجيش الأخوي الجيش اللبناني، الثاني حاجز، ثالث حاجز ما كان يخليني يفوت. اتصلنا بالمجلس لجوا، قالت لي الدوموازيل من بيت موسوي في أمين العام تبع مجلس النواب رح يحكي معك، حكي معي ما بعرف شو اسمه، وقال لي ممنوع تفوت. حتى قلت له بدي فوت شوف الصحفيين بسبب رائحة مجلس، ما كان يخليني. فأنا بطلب من الأخوة اللبنانية شوفوا هيدا جرم بحق الترشيح وبحق لبنان، وأنا كوني مرشح إهانة لكل الشعب اللبناني، فهني يحكموا عليه بأي طريقة ممكن يدان. ولا همك ما زبطت الأربعة، الأربعة الجاي بتفوت بإذن الله. بس بتمنى على جمهوره للسيد لبكي شو ما كانت النتيجة ما يقطعوا الطرقات ويعملوا بلبلة بالبلد. نحن بالديو حنا غريب ونعمة محفوظ مش مخلصين. أما معالي وزيرة المهجرين أليس شبطيني فواضح إنه ما عم بتقفي حلقة من برنامجي. عندكم حكي مرسي. أكثر ما عنا نحن حكي. هيدا حكي معالي الوزيرة. يعطيك ألف عافية إنه نهيتي ملف التهجير بلبنان بإقفال ملف بريح. أصدرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني قراراً قضى بإخلاء المنازل المشغولة من قبل الغير في بلدة بريح الشوفية. هلا ما توخزيني شو بعد عندك شغل؟ يعني إذا انتهى هيدا الملف خلص يعني. تعرف شو ستنا؟ برأيي ركي على التريكو والكانفا والتطريز. وبكره جاي الشتوية فبرأيي بركي بتحيكي لك شي صدرية صوف للوزيرة شي برباس. وكمان على طريقك شي قلوسة جاكار لتمام بيك لهيقا مطولين ورح يمضوا الشتوية بالسرايا. أنا شايفه هيدا الشاب مثل كأنه جاي مؤخر. عرفتوا من هو؟ لا. روبير فاضل خلص اجتماعه بالأبيسي نط عند الحلة زبط الفرق ماشي ضربتين هيك وجا ينتخب رئيس قام لقيهم فلوا قام رجع على شغله بالأبسة. زبطون هيك نزل طلع ما في حدا رجع طلع نواب الأمة فعلا بيرفعوا الراس مش مثل نواب البرازيل السراقين الحرامية. أهالي بلدة ماتا جراندي علقوا سعادة نايبهم على عمود الكهرباء بالبلدة لأنه اختلص من المال العام. ليه كيف معلقينه؟ عيب الشوم يا سعادة النايب. عيب الشوم. أنت أكيد منك من أصل لبناني؟
مستحيل الا ما يكون له صله. ستو خالته بيسي بوبي اي حدا اكيد منك من اصل لبناني يا بلا اصل. تعال شوف هون زملائك النواب الشرفة اللي ما معهم يمشوا ومعاشهم ما بيقديهم لاخر الشهر. تعال اتعلم منهم يا حرامي. بدي اشكركم كلكم على السيلفيز المهضومه اللي وديتوها على هاشتاج هيدا حيوان. عن جد هاشتاج غريب بس انه تخيل طب انه نحن هيك هيدا حيوان. خلينا نشوف مجموعه. اول مجموعه اخترناها وبدي اقول لكم قبل انه بقوه الله ولبنان قدرنا دبرنا جايزة لأهضم صورة بآخر الحلقة. تابعونا. فكرة بس أطلقنا هذا الهاشتاج هيدا حيوان عمل نمبر 1 ترند. عمل أول يعني هاشتاج نمبر 1 ترند بالعالم والله. وعلى فكرة بدي أقول شغلة إنه هيدا الهاشتاج نحنا كمان عاملينه قصد لأنه نحنا للاهتمام بالحيوان مش بس انه بعد الاعلان رحلة مع رئيس مجلس ادارة الميدل ايست محمد الحوت. No place to go. بدي أبدأ الفقرة بخبر مهم جدا من سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تراجع نسبة الوفيات بال 2013 جراء حوادث السير بنسبة 50%. فظيع. يعني 50% شغلة كتير منيحة عن جد. بس انه ليش مين باقي بسوريا تيعمل حوادث؟ ما كلهم هون. طرقات بسيطة طرقات بسيطة كلهم عنا وين بدي يعملوا حوادث. نحن عنا الحوادث مزدهرة هلا. مش بس هونيك يعني هلا الحوادث موجودة وين ما كان. حتى عنا في حوادث يعني وما في أمان إلا بالسماء. مظبوط ما في أمان إلا بالسماء وسمانا نحن. ليش هلأ بتعرفوا ليش؟ لأنه رح نستقبل رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت. مستر محمد الحوت اهلا وسهلا فيك منور. اهلا فيك. وفعلا مثل ما عم بقول انا بدون تبييض وجه يعني بس لانه هيدي شغله كل لبناني بيفتخر فيها وبيفتخر بهالمؤسسه العظيمه مؤسسه الميدل ايست. وفعلا عن جد فعلا بس نقول انه ما في امان الا بالسما عنا. مزبوط معي حق لانه الحمد لله وبلا حسيده من اهم وأحسن طيارين وطيارات مؤسسة الميدل إيست. الحمد لله.
واللي اكيد واللي اكيد على رأس حضرتك. الله يخليك. وقت تعينت رئيس لمجلس اداره الميدل ايست كان وقتها عمرك 38 سنه. هيدي من كم سنه؟ من 16. من 16؟ 16 سنه. يعني هلا صاروا 39 ها؟ خبرنا شوي بهال 16 سنه، خبرنا شوي عن محمد الحوت. أنا حقيقة طلب مني حاكم مصرف لبنان رياض سلامي نعم اتولى مهمة إنقاذ الميدل إيست على رأس مجلس إدارة من الأخصائيين. هاي كانت بمطلع العام 98 ولما عيني كان تعيين من مش سياسي، كان تعيين مثل ما بيقولوا تكنوقراط أو تقني، وقال لي إنه هيدي تجربة بالبلد إذا أنت فشلت فيها أنا بكون فشلت وفشل مصرف لبنان، وإذا نجحت بكون نجحت الميدل إيست ونجح مصرف لبنان، وأهم من هالشي نجح كل لبنان. الحمد لله قدرنا نقلب واقع الشركة من خسائر متراكمة استمرت أكثر من 30 سنة وفائت 700 مليون دولار لأرباح متتالية، والشركة لما كانت قيمتها من 18 سنة أو 16 سنة ما كان حدا راضي يشريها بدولار، اليوم صارت تسوى أكثر من مليار دولار. يعني ما بعرف إذا صح التعبير، يعني مصرف لبنان بعده موقفنا على إجرينا والميدل إيست محلقة فينا طلوع. عنجد الحمد لله. طب سؤال استاذ محمد، في عنا عادات لبنانيه نحن طبعا تعرف حضرتك، الواحد كل ما يشتري سياره مثلا بيزورها لمار شربيل مار لياس مار مزبوط. انتو كل ما تشتري طياره بتزوروها لسانت لورد مزبوط الخبريه؟ مزبوط حقيقه. يعني اكتريه الطيارات زرنا فيها لورد سيده لورد، وزرنا فيها كمان بالبرتغال سانتا فاطمة، وكنا بدنا نعمل رحلة على الميديغوري تعسرت. بس شو الفكرة مباركة؟ مباركة يعني هي مباركة. أنا بؤمن بكل الأديان وبؤمن بكل المقامات، ولما زور لورد حياتها مطلع كتير مرتاح ومبسوط. في شي سياسي بيسافر ايكونومي؟ بتسائب شي سياسي بيسافر ايكونومي ولا ما بعرف؟ والله ما بعرف تماما مين بيسافر ايكونومي ومين بيسافر بزنس، بس بعرف انه فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان بسفراته الخاصة بيسافر كراكب عادي، وهيدي نادرة بين رؤساء الجمهوريات. اولا من ناحيه امنيه بيكون عم ياخذ يعني مخاطره، ثانيا من ناحيه تلاقي العالم. بس هلا بانتهاء ولايته حقيقه كمان كان داعم للشركه، بس كراكب بسافر هو وعائلته عادي لما ما يكون راح بمهمه رسميه. والله نحن محيين لرئيس سليمان طبعا. فعلا هيدا رئيس فعلا. مين بيعمل كاستنج للمضيفات؟ حضرتك؟ لا، في لجنة بتعمل كاستينج، بس آخر تشويس أنا بترأس الاختيار القديم. السبب حقول لك شيء، السبب أنه من 10 سنين ما كنت أتدخل بالموضوع. طلعت على الطيارة مرة ونحن بحطوا مواصفات للوزن وكذا، شفت واحدة مثلا يعني ياسا يمكن 46 بالفرنساوي، ما بقى يعني شيء كتير كبير. ياس شو؟ ياس هيدا خسرة؟ لا، ما من فوق؟ كله كله. فسألت كيف؟ طلع حدا حاكي حدا باللجنة بالرغم انه بوثق فيهم. قلت له من هلا ورايح بدهم يمرقوا دقيقتين او ثلاثة بس لحتى نحكي كلمتين معها للبنت او للشاب ولحتى نشوفهم. فبترجع بتجتمع لجنة تانية بمكتبة
وبنتعرف عليهم قبل ما نقبلهم قبول نهائي. حبيتها للشركة. هلا على اي اساس بتنقوا؟ على اي اساس بتنقوهم؟ شو المواصفات؟ اول شيء بده يكون الطول والوزن متناسب، وبده يكونوا يعرفوا يتسبحوا. يتسبحوا ليه؟ انه اذا قلب الطياره لا سمح الله صار في امرجنسي لازم يعرفوا. وبده يكون عندهم بكالوريا اسم تاني حكوميه على الاقل، بس حقيقه الاكثريه اللي عم بيقدموا يعني. بس الاكثريه عم بيقدموا معهم اجازات. بتتفاجئ بكميه الاجازات يلي عم بيقدموا على الوظائف يلي مطلوب لشهاده اقل. وبدها يكون شكلها وسط يعني. أوكي. مش ملكه جمال، لانه منها يعني مباراه جمال، ولا انه تكون تخوف العالم. أوكي. انه تكون مقبوله. وتكون فريند يعني، فريندز فريندلي يعني، وجه بشوش بتحكي عندها وجود يعني. لا اوقات ما فيك تلومهم، بس كمان لانه هي تبقى تعبانه كثير، بس انه هي اجمالا ما بتصير الا بالايكونومي يعني. تبقى قاطع من حدك، بس بده يجي الاكل يعني، بتصير واصل عندك عم بتقفي جزيع، توصل عندك انت بتقول لها نعم، بتقول لك شو بتريد، شو بدك تاكل، بتقول لها شو في عندك، بتقول لك لحمه، في لحمه او دجاج، بتقول لها باخذ لحمه، بتقول لك ما في لحمه، بتاخذ دجاج، بتقول لها شو قلتي لي؟ وعندك بتقول لها بدك كبايه مي، بتقول لك هات ثاني كبايه اطلبها اليوم، مع انه على المي قليل ومي حارجه. على اللحمه ايه. فظيعين. طب ما بتعتقد لازم الكرو هلا عن جديد يبلش يتمرن على الكونغ فو او الكيك بوكسينج؟ ليه؟ ايه من ورا هيدا الراكب يلي علق هو عمه على الطياره من فرانكفورت، من فرانكفورت لهون. هيدي شو صار تحديدا بهالقصه؟ هيدا حقول لك شغله. هيدا راكب مريض نفسيا، ما كانوا يقدروا يهدوه. مريض والله يشفيه. ايه ضرب مرته وضرب امه وتعدى على كسر وتحبش. ولما نزل بمطار فرانكفورت ضرب البوليس. يعني انه زلمه مريض عصبيا. وكان من الخطا انه اهله يطلعوه على الطياره. والحمد لله انه يعني مرقت بسلامة. وبالسير والكرو مدرب للتعامل مع هيك حالات. واذا بتشوف انه كربجوه على الطيارة، هذا الكرباج محطوط على الطيارات، انه في بعض الاحيان اذا واحد زاد او بلش يشكل خطر بحق لنا بموجب القوانين الدولية كربج له ايديه واجري. شوف على الميدل ايست صارت هاي الحادثة. ما ضلت إذاعة، ما ضل في وسيلة إعلامية كتير مهمة إلا ما تناولت افتتاح الخبر. يعني شو هالخبرية يلي بدها إنه نشرة أخبارية خربان الدنيا ورئيس جمهورية؟ هيدي أهم. فطلعوا لايف من المطار. ايه طلعوا لايف. إنه يي لك هلا خبرية صار إنه هيك الخبر صار بالإعلام. يعني حرزاني هالشغلة. الشغلة الثانية بنفس الوقت في طيارة طالعة من أحد المطارات مش ميدل إيست، بج موتيرا ولع الجانح ورجعت وراحت، ما حدا حكي فيها. طيارة غير شركة. ما بدي أقول اسمها. راح موتيرا فقع يعني العالم. أنا قالوا لي في واحد شاري أنين تويسكي زتة وصار يدعي إنه يا رب سامحني. أها. لا واحد جد. ما نحكى على الموضوع. انا ثاقبت علي ناس انه ايه. اصحابي عاملين كونكشن هونيك. ما حدا حكي فيها لا بلبنان ولا بسوشيال، بس انه المدرسه نحن بنحب يصير تناول اخبار بس مش هيك، بس الصغيره والكبيره انه طيب صار مشكل شو هالقصه يعني. ورجعوا انه صوروه مبطوح على الارض وعم بشكوا ابر الحكيم. شو هالمنظر الحلو يلي انحط على سوشيال ميديا؟ ما حلو. ايه لا ما حلو ابدا. لو بهالنهار بعيش الحمار مثل الملوك، كأنه ملك بعيشه. ليك ليك ملك، كيف حامله للحمار؟ مية مور يعني غنج وتكريم وجخ وشو دلك. ليك 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 دنيا واقفين عادي فظيع. ها
هلا بالنسبة للمكسيك شغلة كتير كبيرة هيدي، نهار النار الحمار. بس نحن عنا يا عادية، نحن عنا يا هذا العيد كل يوم. فلاش فلاش. مرة جديدة منشوف نموذج من الحوار الديمقراطي بين الأخوة العرب، قديه بيناقشوا بروى وبيحترموا آراء بعضهم. بس انت اللي بتنطق بالحب يا حبس بالبذهة، وتخلي من يدفع اكثر. اسمع اخدع، لا انت اللي بدأت، انا اخرس. لا 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 يا انت اللي بدأت. شاكر 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 انت اللي بدأت. لا يا هيدا هيدي المقابلة بالأردن. ستيفن سيجال هو المشهد أطول، بس لزوي القلوب الحساسة ما قدرنا نتركه. هني أنا بتخيل إنه منزعجين كانوا من الديكور، والله شيء لطالب. هذا الديكور ما عجبني بقى. اخلص اخلص، هذا الديكور ما بيسوى. يا حفرت لي اخلص. ها بالأردن حفرت لي يعني إنه. مؤخراً نعمل مثل إحصاء أو سونداج بفرنسا، وتبين أنه أكثرية الفرنساوية ما عندهم مشكلة مع الخيانة الزوجية. تسأله وبيقول لك مرتك عم بتخونك، جو مفو، مرتك عم بتخونك يا جوزك عم بيخونك. سي نورمال، ما شي طبيعي ما يكون عندهم مشكله يعني. ما كل رئيس فرنساوي عم بحط بحصه للي سبقه ومقضينا من مره لمره. تفضل. هيدا اولاند من مره لمره عم ترجع لورا يا اولاند. بس الخيانه الزوجيه ما بتقتصر على البشر. في كلب انضرب على راسه وقت رجع على بيته، ولقى مرته الكلبة جايبت له 3 بسينات. عم بيطلع انه هول ولادي. عم شكلهم مش ما بيشبهني هيك. عم بيطلع فيهم بس بلغتي. منظره للكلب منظره بيقطع القلب، وخصوصا وين انه جارهم لبسان اجا هنه وقال له مرتك طيبه. مش معقول شو بيشبهوك ولادك يا جار. انا بقول هول مش ولاد كلب، هول ولاد حرام. فلاش فلاش. هلا منشوف مجموعة جديدة من السيلفيز من هيدا حيوان. يا هلا يا هلا بعلي الديك. يا هلا بعادل.
علي ليش هالناس بتحبك؟ والله يعني عادل لك بدي اقول لك شغلي، انا شخص مرضي، مرضي الوالدين، وانا بوصي الكون كله لك كيف العالم بتحبك لانك انت مرضي. انا بعرف انك مرضي كثير لامك ولبيك، وانا مثلك، انا مرضي الوالدين كثير ومرضي للعالم اللي بحبين، وما بتمنى حدا يزعل مني ان شاء الله مين ما كان يكون، وبحب الله كثير يعني. انا بنزوي انا وربي كل يوم بتوسل له وبحكي له شو صاير معي، والحمد لله رب العالمين، وصادق مع العالم، صح ولا لا؟ ما بعرف اكذب، بتصدق ما بعرف بكذب ولا بعرف بمثل يعني، لا هون لا على الشاشه ولا بالشارع ولا بالبيت ولا يعني. اللي بيشوفني هون يا مع عالم بيشوفوني بيقول لي يا اخي انت نفس الشيء، بقول له يعني شو شفتني هناك عم بحكي لك بالفصحى نفس القصه، هاي الترتيبي، ما بكذب على العالم، بحكي هون اللي بيطلع من هون بيحترموه العالم كثير، بس تكون صادق فيه يا حبيبي، ما ضروري تمثل على العالم. اي والله تنظر. يعني اذا اللي بيطلع من هون صادق كيف بس يطلع من هون؟ يا ويله يا ويله يا ويله، امنت لك انا، امنت لك. شو بدك تعمل بقى اليوم بعدين عندنا اليوم عندنا حرب كبيره انا وعادل في محاوره عتابه. اي والله خلص انا عادل. حللنا على دارك يا عادل لما حللنا وتلاقيك على المحبة حللنا، وشو ما تفصل منلبس، شو ما تفصل منلبس حللنا، وشو ما تطلب بلب الطلب.
بعض عصبيعك تترجاني يا خوان اني ما بيعك بكره راح ترجع تدماني بعض عصبيعك تترجاني يا خوان والله ما بيعك بالعربي الفصيح كل شي بوقته منيح بالعربي الفصيح كل شي بوقته منيح بالعربي الفصيح بالعربي الفصيح وحياتك والله ابن مات راح بتلاقيني وحياتك والله ابن مات راح بتلاقيني وحياتك والله ابن مات راح بتلاقيني يا حبيبي ما احلاك يا عيني عليك بلش يقلب الديكور علي برنامجك حقق نسبة مشاهدة عالية بلبنان الحمد لله كتر خير شو قولك ليش من يعني شو سبب هيدا الشيء يعني ليك بدي اقول لك عادل العالم انا هيك قناعتي يعني هذا الشيء اللي بيشبه بعضه ملت منه العالم وكانوا مفكرين يعني للأسف كتير ناس مفكرين انه ما بقى العالم بتحب هاي الأصالة ونسيت العالم كل ما نعم تتمسك بأصالته وكل ما نعم تزداد تمسك بتراثه وتراث أجداده وتراث فبدي قل لك عادل يعني بس أنا يعني انه كان ترتيب البرنامج انه تركوني على رياحتي ما حد يحكي معي تركوني ما تقول لي مرة بدي أقول لك شغلي لضحكك عندي ضيف هلا أنا ما بعرف قدم برامج يعني ما بعرف إنه هلق اليوم أخوك عادل عمي 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 حاورني بس في عالم فوق مثلا إذا نسي شغلي بيذكروه ياه فأنا عندي ضيف عادل بس أول مرة بقدم برامج شو بيعرفني فسألته سؤال ما رح أحكي مين هو الضيف المهم بالحلقات الأولى بيقول لي فوق الشباب بالمونتاج اقطعوا ادخل عليه انا واقف انا ما يعني الضيف هلا هني اذا بيقولوا لي عاد اقطعوا بيقطعني بدون ما يحسسني يعني انه عيب يحسسني انه بيلاقي له حل اقطعوا ادخل عليه والزلمه عم يحكي اقطعوا قلت لك شباب لا بيفتح هلا وعندك ديوكي جوا كمان جايبين لك كم ديوك جاجات وديوك جاجات كلش كلش كل او لك يمكن هو نجح البرنامج لانه لانه يمكن صاروا السوريين كلهم عنا بلبنان ما كل العمر كان عنا بسوريا يعني لكن هلا شو راح يصير اللي راح يصير هلا انه بعد البريك رح نقمقش حطب انت وراح اتحدى على الديك مش بس هيك مش بس هيك عم بيطلع له كمان محضرين لك مفاجأة حلوة كثير يلا يا رب بريك ايوه نعم زميلنا رامي نعيم والشاعر حبيب وانطون يلي بيرفقوك ببرنامجك ليلى حبوا يكونوا معنا بالاستوديو نعم فالتحدي رح يكون بيني وبينك وكمان رح يكون في مداخله خلي ما بتحدوني اوعى تحداني اوعى يلا يلا يا شباب فاللي رح بلش انا رح بلش بما انه انت ضايف اليوم علوش انا عندي طلعه لك هات وراح اقول لك اياها ايه يا علوش حبيتك وجوا عيوني خبيتك يا علوش حبيتك جوا عيوني خبيتك الام تي في بيتك يا ديك يا اهلا فيك ببيتك Yeah.
سبتني حرام وعلمتني عالغرام، عزبتني يا حرام وعلمتني عالغرام. جاي الليل الى عندك يا عدل يا ابن كار، الأكرم نعيم وبو أنطون حبوا سلموا ليها العيون، والأكرم نعيم وبو أنطون حبوا ترف أيسونو، مطرح ما يكونوا بتكون ومطرح ما تكون يكونوا. ورح منغني وين ما كنت انتو دي كي نسوي، رح منغني وين ما كنت وانتو دي كي نسوي، عادل دي كنك تو انت بتبقى دي كل غنية. هلا داور بالعتيبة هو يعلق. شو شو يا شباب، علق ولا ما علق؟ جايب لي جيشك معك وعم تحديني. ايه انا شوف ملاديك هون مع ضيوفي يديك انا عادل وعن الحق الغني ولا يوم عادل. اذا بهيدا حكي بيحكيك عادل ضروري للحكي تعمل إحسان. لك أخ يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. زع 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 أنا حول المجد بدور حلقة، أنا حول المجد بدور حلقة وبدينات الشمس قد وضعت حلقة، وجاي لعادل تعمل وجاي مع عادل تعمل حلقة لخلي عظامك ترجف رعي. فرجيني هلا قوتك رح اقول لك نص انا بيت عتيبة وكفي انت لشوف. ايه عصيان لنشوف مين الديك هون لشوف. حتى شوف. الو 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 شو اللي رجعك خلفي وردك؟ ايوه حلو عادل. شو اللي رجعك خلفي وردك وانا المنتظر لجوابك وردك؟ لك لا تخلي الديب يرقد، لا تخلي الديب يرقد وردك، وخلي الديك يحكم بدي. والله كنت صغير عم برقد ورا الديك وصرت كبير بقبش بالعباب. يا ويلي الله شو
دش لي حطب يا علوش. ابشر سوا. راحت تقمقش حطب وحفله براسها وبعقالها يا حرام جعوده ذهب وفوق الحمله شياله. تقمقش حطب وحفله براسها وبعقالها يا حرام جعوده ذهب وفوق الحمله شياله. لا لا يا زمن لا لا ظلمت الشقرة الميالة ولك لا 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 ولا لا لا ولا لا ظلمت لك عشان ولك إجاك الموت يا تركي مصر. يلا الله لا يوافق هلا صوبت ديبار ميوها والله يبعد لهم بلا حرقوا قلبي كرمها. سفرت أستراليا صار في كتير عليها قالوا إيل وحكي. خبرنا مزبوط شو صار لك. اسمعوني. سفرت أستراليا في واحد حاقد على الإنسانية كلها. شخص يعني ما في وصف بقدر بوصفه فيه لأنه عالم الوطن هو شرف وكرامة الوطن وشرف وكرامة البني آدم. كل إنسان علم وطنه ما بيزينه غير علم وطنه. وليكم هاي علمنا هاي علمنا. إجا شخص أنا عم غني بالحفلة ما شفته. أنا شفت عم تشتشد هو وحدي. أنا على فكرة أنا أجيت طلعت صرحت نفس اليوم شو اللي صار معي صرحت بس ما كنت بعرف إنه في هجمة على الفيسبوك كمان. يعني المهم هذا الشخص اللي دع اللي شد العلم من بنت ودعس على العلم هو وهرب. شو صار على المزبوط في شاب إجا قرب على بنت كانت حاملة علم. بنت حاملة علم بالحفلة إجا علي شاب من بين ما بعرف لم من وراي من قدامي وأنا كنت أنا وحيدر ويوسف ووسام نحن ثلاثة ايه ثلاثة ماشي. والشاب راح
راح من بين العالم يعني راح هو راح اختفى اجا هو اخذ العلم ومعرض اي شخص ليوقف بهذا الموقف اي شخص في العالم معرض انه تصير معك وانت ثلاثه شو بدك يعني وهرب وراح فمعرض انت ولكن اللي اكبر منه اللي نزل معه شريكه اللي نزل اول منشور نزل اول منشور على الفيسبوك شو كتب علي الديك شالوا العلم ودعسوا على العلم ورجع غنى بالحفله انا بقول له هلق من عندك عدولي قل له خسئت انت وامثالك علي الديك يطلع يغني بعد ما تدعس على عالمه واتحدى ليك انا هذا الكلام له لبعد مليون سنه الكون كله ها اتحدى الكون اذا واحد بيجيب نص دقيقه علي الديك غنى كلمتين انا وقت اللي كنت عم قلن حلوا مشاكلكم برا وخلوها هي كلها صارت دقيقه يعني نص دقيقه هسه ما بعرف انه علام ولكن وقت اللي عرفت العلم انا طبعا ما غنيت هون بس بعد ما عرفت فورا مباشره ولا حرف ولا كلمه مشي عم قلن خلص حلوا مشاكلكم برا بيجي وسام بيقول لي لك قال لي هذا شد العلم ودعس على العلم يا لطيف انا هون يعني صابطني جلطه يا زلمه هذا علم يا زلمه يا معتوه لك هذا علم وطني وين رايح انت وين عم تخبص جيش العالم طلع هو ذكي يعني سهل اختراق العالم اللي بتحبك كمان دخل بين العالم بيني وبين العالم اللي بتحبني انه علي الديك غنى وعلي وانا يعني انا اللي ما بطلع ولاي بالعالم غير حامل هذا العالم كل حفلي بدي احمل علم وطني الله يحمي ليكوا يا جماعه الله يحمي سوريا وجيش سوريا وشعب سوريا ودفاع الوطن سوريا ولبنان وجيش لبنان العلم انا جبته معي علم وينه عاد وينه اعطيني هذا العلم هذا علمي هذا العلم وحياة المصحف هذا هو العلم بس أنا ما رح سوي بطل قومي وشيل العلم أنا شلت العلم ضبيته يعني وقت عرفت العلم شلت العلم ضبيته وحطيته بي 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 بكيس ومشيت أنا لبرا لأنه العلم يعني حرب كبيرة فأنا بقول له للي هذا العلم اللي كلم بالحفلة هذا العلم اللي كان بالحفلة هذا اللي هذا الشاب اللي جاء وقتها أشطه للبنت ودعا أشطه للبنت وصار يقول العلم خزق العلم هو لا هو سحب العلم من ايده ما بعرف شو سوى ومشي ولكن بقول له لهذا العلم لهالعلم انا بقول له عبر كون وعبر عبر شاشتك بقول له يا علم وحياتك صغيري يا كبير صغيري كثير هاي اللي سواه هذا دل على حاله انت اكبر منه واكبر مني واكبر من العالم هذا العلم وانا اكثر شخص في العالم جبروت يعني انا ما يعني احنا لك لقل لك شغلي يعني انا شخص بعمري لا ما في شيء بيرهبنا ولا في شيء بيخوفنا ولا احنا مع الحق ومع السلام وانا بقلك الحمد لله بلشت المصالحه الوطنيه ببلدنا تصير ويا رب العالمين نحن انا كشخص بدعي الى السلام وللمحبه يرجعوا لحضن الوطن لانه اللي عمل هيك بالعلم ما نو سوري شوف ها ما نو سوري كل واحد حمل سلاح او طلع او نزل شوفوا شو واحد ما نسوري دعس عالم كن رجعوا للوطن اللي احنا بحاجتكن والوطن بحاجتنا والوطن ما بيبنى غير بايدنا وقتكن والله يحميكن ويحمي سوريا والجيش والشعب نحن كمان انا بدوري كمان بقول انا يعني خلص بقى تعبنا اكثر بتعب الشعب السوري الله يزيل الشده بقى يعين عليك وانا بدي اوجه تحيه كبار للشعب السوري كله يعين عليك ويا علم سوريا الحبيب لا يعني والله العظيم علوش. طلعت بس اقول لك شغلي عادل طلعت اول شيء يعني انا ما بعرف شو فيه ما تاري هذا المعتوه منزل على الفيسبوك قال والله غنى على الديك انت وين عم تخبص بالوحل ولك انا ابن اللاتقي انا ابن شارع الجمهوريه ولد انا ما بغني ولك انا عاسر واحد في العالم يخليني غني عسيرة الاعلام علوش نعم عسيرة الاعلام نحن بعد قريبا نبلش كاس العالم المونديال انت نعم. مع مين بكاس العالم مع البرازيل محضر شيء غنيه للمونديال دخلت
للبلاسي؟ ايه شو مفكر مشارك فريق تشرين تبع اللاتري؟ شو بدك؟